يجيب الممثلين اللي بتحقق له مجده. نزار أبو حجر لم يتراجع عن هجومه على نجوم سوريا. إذا متت اوعوا تكتبوا الفنان المرحوم. بتستحي تقول إنه جوزة ممثل؟ نزار أبو حجر: ابنتي وزوجاتي تخجلان مني. بالصيغة دي اتكتبت عناوين الصحافة وانتشرت تصريحات نزار أبو حجر على السوشيال ميديا وعملت ضجة كبيرة بعد لقائه الجريء مع إذاعة شام اف ام وإي تي بالعربي. قبله عشان نعرف تفاصيل أكتر. بعض المنصات اقتطفوا من الـ من الـ من اللقاء مانشيتات اخرجوها من مضمون يلي مضمون الحوار اللي نحن كنا عم نتحاور. انا بعتبرها منصات بتصطاد بالمي الرايقه لتعكرها. والتصريح اللي عمل الضجه الاكبر كان لما كشف عن نظره عيلته ليه كممثل وتلقى ردود افعال سلبيه من المتابعين. مرتي كانت طبيبه. بتستحي تقول انه جوزها ممثل. بنتي طبيبه. تستحي تقول إنه جوزها ابنها. ليش تستحي؟ أنا أولادي ما بيستحوا مني. أولادي بيفتخروا فيني كتير. أولادي بيستحوا من إنه أطلع بعد ما قالت إليه دراما السورية من تراجع. أولادي إذا بيشوفوني على التلفزيون أو بيشوفوا بيسكروا التلفزيون كله. أولادي بيسكروا التلفزيون مو لأنه أنا بيستحوا مثل ما قال، لأنه إلى ما قالت إليه دراما من تراجع. فما بدهم ياني انا اشتغل بالدراما بهالتراجعات، ولا اولادي بيعتزوا فيني ويعني لا تزعلي مني. مرضيين يعني الى اقصى درجات الرضا. وانتقاده الكبير بشكل عام للدراما السورية اتلخص بتصريحات زي: الوسط الفني ظاهره رسالة وباطنه عكس كده تماما. ده غير تعليقاته الكتيرة عن تراجع مستواها، بس رفع سقف الجدل لما قال ان عمله في الدراما انزله الاسفل سافلين. كان عندي مشروع جواني ما بيعلم فيه غير اللي خليك، أنا اللي بعرفه ويمكن بعض الناس بيعرفوه. هذا المشروع أقوى من مشروع الدرامي اللي أنا بدي فوت فيه. لذلك أنا شو قلت؟ لقد هواني هذا، يعني أنزلني العمل بدراما إلى أسفل سافلين بالقيمة اللي كانت عندي. بعت الشيء السمين اللي عندي بالشيء البخس. وعشان كده وصى أولاده بحاجة غريبة بيكشف عنها لأول مرة في إي تي بالعربي. موصي أولادي إذا متت اوعوا تكتبوا الفنان المرحوم. لا موصيهم توصاية. وانتقاداته طالت نجوم الدراما السورية كمان بعد ما انذكرت أسمائهم في اللقاء، زي أيمن زيدان اللي قال عنه بيسخر نوايات داخلية عشان ينتقم، أو ياسر العظمة اللي قال عنه أنه بيحب يكون البطل المطلق وما بيسمحش الشخص يعمل إفيه قدامه. ياسر العظمة نجم، نجم بكل معنى الكلمة، وممثل موهوب وما حدا بيقدر يقول لا، إلا أنه نجم لشخصه مو للدراما. عرفتي؟ لأنه ياسر العظمي إذا واجه ممثل موهوب جدا، عرفتي علي، بيطالعوا من براته، بيجيب الممثلين اللي بتحقق له مجده. والجريء أكتر كان انتقاده لصديقه عباس النوري. إذا بده يتضايق من شخص يعني يتخذ منه موقف، إذا بده يستبعده، إذا بده كمان يعني بيغمق له يعني. عباس النوري من أهم المثقفين بسوريا على الإطلاق، وخاصة بالدراما، وكونه من صناع الدراما يتقبل أي نقد على الإطلاق. أنا وقت انتقدت أستاذ عباس النوري ما انتقدت شخصه، انتقدت إحدى سلوكيات اللي بيقوموا فيها الممثلين، فهو بيتقبلها. لا، وتقبلها بكل صدر رحب وأثنى عليه. أنا عم حاكيك بموضوعية وتجرد.